كمان يعني انا يعني عايز اتكلم على شخصيه معينه تحديدا، وهو الاستاذ عماد محروس الله يرحمه اللي توفى يوم 24 يناير الماضي. الراجل ده دايما دايما كان بيبقى ليه دور كبير جدا في استقبال بعثه النادي الاهلي هناك في طبعا ابو ظبي او في دوله الامارات بشكل عام، وشفنا جماهير النادي الاهلي هناك مع زميلنا العزيز كريم احمد مرافق بعثه النادي الاهلي. الراجل ده دايما دايما كان بيقوم بمجهودات عظيمه جدا في استقبال فريق النادي الاهلي وبعثه النادي الاهلي في اي سفريه لدوله الامارات الشقيقه، ربنا يرحمه. وان شاء الله باذن الله البطوله دي تبقى بطوله مهداه لي ومهداه باذن الله لكل جمهور النادي الاهلي. طيب